هذه عودة مع أجمل القصص يقدمها لكم مراسلون من السعودية، المغرب ومصر. مرحبا بكم. من السعودية، إرث تاريخي يظهر إلى العلن لأول مرة في متحف داخل منزل الراحل فيصل العراقي. من المغرب، واحات التمور تزين الجنوب الشرقي للمغرب من بعد رعي أشجار النخيل المنتج للتمور. من مصر، هوليود الشرق مولود الفن والثقافات من رحم الأهرامات التاريخية ينقل الشعلة إلى الجيل الجديد. تحول منزل الإعلام الراحل فيصل العراقي إلى متحف يشهد على الإرث الثقافي الذي خلفه الراحل، وداخله حقبات عن تاريخ الحجاز على مر العصور، إلى جانب النقوشات والزخرفات الإسلامية على مختلف أجزاء البيت ومقتنيات شهد عليها الزمان تشهد النور لأول مرة للزائرين والمهتمين بهذا التاريخ العريق. التفاصيل مع محمد الزهراني. كتب وأحجار ومقتنيات أثرية ظلت حبيسة بين حيطان هذا المنزل لأعوام خلت. كاميرا العربية وحدها اختارتها هذه العائلة لتصوير ما لديها من إرث تاريخي يظهر لأول مرة خلفه الإعلامي فيصل العراقي الراحل منذ 21 عاما، والذي كرس جهده طوال حياته للحفاظ على التراث والثقافة عبر جمع الكثير من الآثار والتي تتحدث عن تاريخ الحجاز على مر العصور في متحفه الخاص داخل منزله. استطاع الأستاذ فيصل أن يجمع كثير من التفاصيل التي مضت عليها أكثر من عقد قرن من الزمان. فيصل العراقي قدم لمكة المكرمة عبر عمله الرسمي وعبر جهوده الشخصية التي أنا كنت معايشها لفترة سنوات طويلة الكثير من الأشياء التي الآن تظل يعني محفوظة في داره، وأنا أتمنى من أبنائه أن يحافظوا على هذا التراث القديم. موسوعته العلمية الضخمة مكة بين الأمس واليوم، والتي يزيد عدد صفحاتها عن 6000 صفحة، كتب الكثير من أجزائها بخط يده، جمع فيها وثائق تاريخية وأكثر من 40,000 صورة فوتوغرافية قديمة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي، من ضمنها هذه الصورة والتي تحكي انبهار الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز بما شاهده من هذه الآثار والمقتنيات. الأمير نايف حضر إلى المركز الإعلامي مرتين. أول مرة كانت لزيارة، دعا فيصل العراقي لزيارة المتحف هذا وأبدى إعجابه، حتى أذكر أنه جسد المبنى القديم في مكة، المركب المطبخ بناه فيصل بناء في حوش المركز الإعلامي، والناموسية، الأشياء القديمة، الهزمستر، المكينة، وجاء الأمير ودخل بنفسه وشاف هذه الأشياء، وكان فيصل هو الذي يقوم بالشرح. موسوعة مكة المكرمة مخطوطة الوالد مكة بالأمس والحاضر، عبارة عن 18 جزء بتحكي عن مراحل، كل مرحلة في مكة في التعليم أو الصحة أو البنيان أو الأعراس أو التغذية. طبعا كان حلم الوالد انه يطبعها الموسوعه، فيها موثوقه ب 40,000 صوره، ما هي موجوده عن مكه حاليا الا عند موجوده عندنا الان الصور. يحتوي هذا المتحف على عدد كبير من القطع التراثيه الاسلاميه النادره، والتي ترجع لمختلف العصور بدايه من القرن الثالث الهجري، من ضمنها مختلف الاواني المعدنيه ما بين النحاسيه والفضيه والذهبيه، والتي تنوعت ما بين الأباريق والمباخر والصواني والكؤوس، وزينت بزخارف كتابية ونباتية،
كما يضم مجموعة من السيوف التي تعد تحفة فنية بما نقش عليها من آيات قرآنية بطريقة الحفر البارز والغائر. كان يطمح فيصل العراقي على أن يتم يعني على أن تقوم جهة مختصة في وزارة الإعلام أو مثل وزارة الثقافة اليوم لاستيعاب هذا المتحف ليكون متاح للجميع. كان أيضا الصور التي قام بتصويرها كان يود أن يجد مكان لعرضها. عدد كبير من الأبواب الخشبية والشبابيك والروشان والمشربيات القديمة الخاصة بمنازل أهل مكة من بين هذه المقتنيات التي تعود إلى ما بين القرن الثاني عشر وبداية القرن الرابع عشر الهجري، تميزت بالثراء الزخرفي الذي كان سمة العصر الإسلامي، والتي تمثل بدورها التاريخ الحضاري لمنازل مكة المكرمة، بالإضافة إلى مئات القطع التي تحكي نواحي الحياة في المجتمع المكي، والعديد من الأواني الفخارية التي كانت تملأ بماء زمزم في الحرم المكي وتوضع على عربة خشبية بعجلات وتطوف على المصلين للشرب منها. كنا نروح أنا وياه، يعني رحنا سوريا من مصر، يعني في جدة، يعني من كل محل يسمع فيه آثار إحنا نروح، أنا أروح معه ونشتريها. زي ما تقول الحراج، جدة، البلد، يعني محل أي محل آثار نحن أنا أروح معه. عندنا الهودج اللي تتنص فيه العروسة، وعندنا أول ما كانت فيه كراسي ولا كنبة ولا شيء، كان منبر كده طويل عشان العروسة تتنص فيه. وعندنا القنعة التركي حق الزمان، ولا فيها دي غطل الوش كمان برضو عندي أسفل. صخور وأحجار نقشت عليها كتابات بالخط الكوفي البسيط والخط النسخ تعود أقدمها إلى القرن الرابع الهجري، تمثل تطوراً في الخط العربي في تلك الفترة. اختلفت اهتمامات أبناء الراحل، إلا أنهم ما زالوا يحافظون على هذه المقتنيات التي ورثوها عن والدهم، ويتطلعون إلى أن تتولى جهة رسمية هذا الإرث التاريخي ليخرج من منزلهم ويصبح متحفاً متاحاً للزائرين والمهتمين بشكل رسمي. في ظل الحرائق الكبيرة التي شهدها الجنوب الشرقي للمغرب وانعدام تنسيق توقيع تنظيف أشجار النخيل، عادت أشجار النخيل المنتجة للتمور لتزين الواحات من جديد، لتصبح من أهم الموروثات العالمية للإنسانية في شهادة عالمية من اليونسكو. التفاصيل مع عادل الزبيري. هنا في قرية أولاد شاكر في ضواحي مدينة الراشدية في جنوب شرق المغرب، يقودنا الفلاح سعيد في جولة ميدانية في واحة لإنتاج التمور. يعود سعيد إلى قريته في موسم جني التمور لأنه يشتغل في صيد السمك في المتوسطي. كان في الاول الواحه هي المصدر الوحيد للدخل ديال السكينه، صافي المجتمعات القرويه ولا المجتمعات الوحيه المصدر العيش ديالها هي الغابه، هي التمر. كنشوف الواحه راه كما خلاوها الجدد، داكشي اللي راس ديال ولا لي فاريتي ديال التمر اللي كاين عندنا ازيد من 100 ولا 700، ولكن لو كان بغيت طون في واحد الماركه ما تلقاش. تأثرت واحات الجنوب الشرقي المغربي بحرائق تسبب الإنسان في إشعالها.
ويناشد الفلاح سعيد السلطات المغربية التدخل لتنظيم توقيت تنظيف أشجار النخيل لتجنب اندلاع حرائق جديدة. للأسف الشديد مؤخرا هناك حرائق عدة في المنطقة، والسبب ديالها في نظري لا مبالاة ديال الإنسان ديال الفلاح. السلطات المسؤولة تحدد واحد الفصل ولا واحد الوقيته اللي بغى ينقي النخل ديالو. تمتد الواحة التقليدية في منطقة أرفود المغربية على مساحة تقدر ب 25 ألف هكتار، في سنة 2000 اعترفت اليونسكو بواحات الجنوب الشرقي المغربي كموروث عالمي للإنسانية. الواحة كتنبني على الماء وتواجد الإنسان اللي كيعتني يعني الواحة والمزروعات اللي كاينه في الواحة، موروث عالمي لأن تصنفت هذه اللوحات كمحمية للمجال الحيوي عند اليونسكو، وكنت من بين الناس اللي يعني قدموا الملف. تصنف الواحة الصحراوية المغربية على أنها نظام بيئي أنتجه الإنسان المغربي. الناس في هذه المنطقة يعيشوا في الواحة، يعني في الواحة يعني بتناغم مع البيئة اللي كتحيط بهم. إذن الناس اللي داروا هذه الواحة هما في الحقيقة كانوا ذكيين وعرفوا كيفاش يحافظوا، وداروا واحد الحضارة ديال المناطق القاحلة والجافة. تقدم السلطات المغربية مساعدات ميدانية لاستمرار الواحات في العيش، خاصة ترميم أنظمة تقليدية لنقل الماء لسقي النخيل، ولكن تعاني الواحات في الجنوب المغربي من تراجع في الموارد المائية ومن تأثيرات التغيرات المناخية. برنامج وطني دار هنا في هذه المنطقة هذه لترميم الخطرات، إلا أن المشكل اللي كيكون هو كما قلنا نقص ديال الأمطار. المشكل الحرائق هو الأصل ديالو إنسان، فغالب الأحيان نقدروا نقولوا 90% هو ديال من الإنسان، لأن كاين تهور ديال بعض الناس، وكاين في الأصل لأن ما كتكونش العناية بشجرة النخيل. تعترف السيدة الزهرة بأن الاشتغال في التمر متعب، ولم تسمح بتصويرها إلا بعد مفاوضات مع زوجها لتجاوز المنع الذي تفرضه عادات اجتماعية. في تمر الله كنجمعوها بالسيف، تمارة من طلع من الهبوط من يلا فيها تمارة، تمارة أكثر من تمن، وكان المليح تيجيب التمن. يشتغل الفلاحون في واحات النخيل في جنوب شرق المغرب في أكثر من 5000 تعاونية فلاحية. المغاربة في الواحات ينقلون موروث الأجداد إلى الأحفاد، شجر نخيل يجري هزه فيسقط تمرا.
هوليوود الشرق من مصر بعد الفاصل. طلاب يطمحون إلى العالمية والنجومية بدأوا بالسير على خطى ممثلين لمعوا في التمثيل والفن وجعلوا من مصر هوليوود الشرق. لذا أطلقت ورشة تحت إشراف خبراء في مجالات كثيرة من الرقص والتمثيل والغناء والإخراج أيضا، كما بثت بروح الشباب المتعلم أملا بالوصول إلى النجومية. التفاصيل مع أحمد عثمان. أسماء لامعة في مجال التمثيل سطعت على مدار عقود أثرت المسرح والسينما والتلفزيون، يصنفهم البعض على أنهم عناصر القوة الناعمة لمصر، ونجحوا من خلال أعمالهم في تحويل القاهرة لهوليوود الشرق. الكثير من هؤلاء النجوم أصقلوا مواهبهم من خلال الدراسة في معهد التمثيل، آخرون انطلقوا مباشرة إلى عالم الاحتراف من خلال التحاقهم بمسرح التلفزيون الذي نجح في العقود الماضية في إبراز العشرات من النجوم. وزارة الثقافة المصرية قررت إعادة إحياء التجربة. المئات من عشاق التمثيل شاركوا في ورشة ابدأ حلمك التابعة لمسرح الشباب، مشروع بدأ منذ عامين. هؤلاء الطلبة توجهوا إلى هذه الورشة سعيا لدراسة فن التمثيل، وبعد انتقاء الموهوبين منهم عبر عدد من الاختبارات بدأت عمليات التعليم التي تستمر لمدة 6 أشهر وتشمل دراسة فنون الإلقاء والأداء والاندماج. باسم سليمان قرر أن يشارك في الورشة. الآن هو أحد ممثلي الدفعة الثانية لمسرح الشباب ويأمل أن يصبح يوما ما من نجوم الفن. باسم وصف التجربة بالممتعة والثرية. اي حد عنده موهبه وعنده حلم وعايز يسعى ليه يجتهد وهيوصل ليه، لان انا حاسس ان جوايا حلم وحاسس اني موهوب. من خلال ان انا انمي موهبتي من خلال الورش او من خلال التدريب هنميها بدرجه كبيره جدا. وان انا ده شايف نفسي ان عندي موهبه، ليه ما اقدمش؟ لا، اخد الخطوه الاولانيه والخطوه الثانيه لحد ما اوصل. شباب اخرون اكدوا ان ورشه ابدا حلمك كانت مفيده لتعلم اساسيات التمثيل. لو انت كنت فاكر نفسك ممثل او فاكر ان انت تعرف كل حاجه، لا بالعكس، التمثيل ده ملوش سقف. وبالذات لما جيت في الورشه دي واتدربت على ايد دكتور كمال عطيه ودكتور محمد حسني ودكتور ضياء كابتن ضياء، قدرت ان انا اكتشف ان انا ما كنتش اعرف حاجه خالص. مست الورشه دي ان هي لما كل حاجه في انواع الفنون، في الرقص، في الغنى، في التمثيل، في الالقاء، في الشعر. دي ميزه مهمه جدا. أغلب هؤلاء يؤكدون أن الدراسة في ورشة ابدأ حلمك أثقلت مواهبهم وستحقق حلمهم في الاحتراف بعد أن كانت مجرد هواية. احنا فعلا لسه بنتعلم عشان احنا لسه الدفعة الجديدة، فاحنا عندنا أيام للتمثيل ورشة بنتدرب على الارتجال مع أستاذ محمد نبيل منيب، وبناخد عن علوم المسرح مع أستاذ أحمد مجدي، وغير ان احنا لسه هنتعلم غنى ورقص ان شاء الله، لسه بس ما ضفلوناش الأيام. الورشة وفرت خبراء في مجالات التمثيل والإخراج والرقص والغناء. بعضهم أشادوا بالتجربة وأكدوا أن توفير التدريب لهؤلاء الشباب سيخلق البيئة الصحيحة لاستمرار تدفق الحركة الفنية من خلال ظهور أجيال جديدة من المبدعين خصوصا في مجال التمثيل. اي حد موهوب مفتوحه لكل الناس، اي حد ماشي حكر على حد معين، اي حد خريج جامعه، خريج بعد ثانويه، معاه دبلوم، المهم انه يكون عنده قدر من الاستعداد الفني. اخترنا مجموعه متميزه جدا، ان شاء الله هيطلع منهم فنانين يثروا الحركه المسرحيه والفنيه في مصر. ان شاء الله باذن الله هنعمل تجربه جديده خالص، يمكن لاول مره ان شاء الله يشهدها المسرح المصري ان شاء الله. وأتمنى من كل قلبي إن تطلع كويسة علشان المجهود اللي انتوا بازلينه ما نجيش احنا نضيعه. مشروع ابدأ حلمك هو مشروع معني بتدريب شباب الممثلين على فنون الأداء بشكل كامل على مدى مدة دراسية مدتها 6 شهور، بيتدربوا فيها على التمثيل، الإلقاء، الرقص، الغنى، المزيكا، فنون الأداء بشكل كامل عشان نخرج فنان شامل. الشباب شاركوا في العرض المسرحي بيت الأشباح. وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أشادت بنجاح تجربة ورشة ابدأ حلمك،
مؤكدة أن الدولة ستواصل دعمها للمواهب الشابة في شتى المجالات. ده كان مشروع بدأناه من فترة مش طويلة، والحقيقة كل القائمين عليه كانت بتتملكهم زي بالضبط روح النجاح والهدف الواحد اللي هو تحقيق نجاح لشباب كتير جدا. كم الشباب اللي تقدم في كل الدفعات شجعنا بشكل كبير قوي قوي، الدفعات اللي اتخرجت الدفعة الأولى والتانية، والنتاج الفني اللي صدر منهم كان شيء رائع جدا. النهاردة الدفعة الثالثة ما شاء الله حاجة تفرح. كمان خروج هذا المشروع للمحافظات كان حلم آخر، والحمد لله بدأنا في تحقيقه. جدير بالذكر أن وزارة الثقافة عبر القطاعات المسرحية التابعة لها ساهمت خلال الأعوام الأخيرة في اكتشاف عشرات المواهب بين الممثلين. مسرحية قهوة سادة التي أنتجت قبل 10 أعوام من خلال مسرح الهناجر كانت إحدى أهم هذه التجارب. العديد من الوجوه الجديدة في هذا العمل المسرحي الذي كان يعرض مجانا باتت الآن من أشهر ممثلي هذا الجيل. وكان زمان طلبة الجامعة بيطلع من مسرح الجامعي طلبة موهوبين، على سبيل المثال عادل إمام وسعيد صالح وصلاح السعداني، كل دول كانوا طلبة الجامعة، كانوا بيمثلوا في جامعة القاهرة، ثم بعد كده مسرح التلفزيون ووزارة الثقافة تبنت هؤلاء فنجحوا بشكل كبير. القطاع الخاص يسعى أيضا إلى نفس النهج. الفنان محمد صبحي قرر دعم شباب الممثلين من خلال أحدث مسرحياته خبتنا. البعض أيضا أشاد بجهود الممثل أشرف عبد الباقي الذي بادر منذ أعوام بمشروع مسرح مصر الذي قدم من خلاله عشرات المسرحيات والتي ساهمت بدورها في اكتشاف العديد من نجوم الشباب الجدد الذين أصبحوا الآن من نجوم الصف الأول في مجال الدراما. ويراهن البعض على أن هذه الورش سواء التابعة لمسارح الدولة أو تلك المنتمية للقطاع الخاص في أن تنجح في تقديم وجوه جديدة وواعدة، وربما يصبحون يوما ما من كبار النجوم الذين بدأوا حياتهم من خلال هذه الورش. من السعودية، المغرب ومصر كانت محطاتنا لهذا اليوم. تحيات فريق العمل ومني أنا مها عبد الله، نلتقيكم الأسبوع المقبل.